شكرا هبة. مشاهدينا أهلا بكم من جديد إلى موجز لأهم الأنباء. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يرحب بحكم المحكمة الخاصة بلبنان إدانة سليم عياش العضو في حزب الله بالمشاركة في عملية اغتيال الحريري. ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري يدعو قيادة الحزب للتعاون وتحمل مسؤوليته. للوقوف على آخر التطورات السياسية مشاهدينا، تنضم إلينا مباشرة من وسط بيروت مراسلتنا جويس الحاشخوري. جويس، صباح النور مجددا. صباح النور ليال. جويس، التصريح الرسمي صدر من رئاسة الجمهورية يوم أمس بعد إعطاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قرارها بإدانة سليم عياش العضو بحزب الله بارتكاب الجريمة، جريمة اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري. الرئيس اللبناني اعتبر أن تحقيق العدالة تجاوب مع رغبة الجميع في كشف ملابسات هذه الجريمة البشعة. المحكمة الدولية تصدر العقوبة في 21 من أيلول سبتمبر القادم، لكن لبنان لم يحدد كيف سيتعامل مع قرار الإدانة بعد صدوره رسميا في 21 من أيلول. وهذا متوقع ليال، الانقسام الحاصل في الداخل اللبناني إن كان في موضوع المحكمة أو حتى في الملفات السياسية يجعل من الصعب اتخاذ قرار واحد موحد. حزب الله لا يعترف مثلا بهذه الحكومة ولا بقراراتها. رئيس الجمهورية بالأمس هذا الموقف ربما هو فقط لامتصاص يعني ردود الفعل على ما حصل أو يعني فتح القنوات مجددا مع الرئيس الحريري، خصوصا في ظل الحديث عن أن المرشح الوحيد اليوم لرئاسة الحكومة هو سعد الحريري، وبالتالي يعني الابتعاد عن الصدام مع الحريري اليوم من قبل رئاسة الجمهورية وربما أيضا التيار الوطني الحر هو من الجانب الدبلوماسي السياسي. لا يمكن للحكومة كما ذكرت اتخاذ أي موقف رسمي تجاه ما يحصل، وبالتالي ما سمعناه هي مواقف أحادية. حتى أن رئيس البرلمان يعني رحب مثلا لم يأتي على ذكر قرار المحكمة، ولكنه تحدث عن الرئيس رفيق الحريري وعن مزاياه. أيضا رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب فعل الأمر نفسه، وبالتالي عدم التصويب على المحكمة من جهة، وإنما عدم الغوص في تحليل هذا القرار هو من أجل بداية امتصاص نقمة الشارع، ومن جهة أخرى لطي هذه الصفحة والبدء من جديد. تداعيات هذا القرار على الساحة السياسية ربما سيتظاهر في الأيام المقبلة. حتى هذه الساعة فقط التصويب من قبل بعض الأفرقاء السياسيين على سلاح حزب الله إثر هذا الحكم الصادر تحديدا من قبل القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية. بالأمس وزيرة القوات اللبنانية السابقة ميشي دياء، وهي إحدى المتضررات من التفجير الذي استهدفها هي شخصيا من خلال التفجيرات السياسية التي شهدها لبنان، أبدت امتعاضها من قرار المحكمة، ولكنها قالت أن هذا القرار بطريقة أو بأخرى هو يقول أن هذا السلاح هو المسؤول عما يجري في البلاد، وكذلك بالنسبة للنائب سامي الجميل رئيس حزب الكتائب اللبنانية. جويس، على كل رئيس الوزراء السابق سعد الحريري إذا تحدث عن الجريمة التي أدت إلى مقتل والده قبل 15 عاما، وقال إنها لا تنفصل أيضا عن ما حدث بمرفأ بيروت مؤخرا في 4 أغسطس آب الماضي وعدد الضحايا الكبيرة الذين سقطوا بالانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت. ما الجديد بهذا السياق قضائيا جويس، وآخر عمليات رفع الألقاب إذا من وسط العاصمة اللبنانية بيروت التي ما زالت تتواصل حتى يومنا هذا؟ ليال، التحقيقات تجري على عدة صعد. بداية هناك التحقيقات التي يجريها الجيش اللبناني مع الفرق الفرنسية والروسية، ومحققين من الاف بي اي سينضمون الى التحقيق، وهناك التحقيق الذي يجريه المحقق العدلي. من ناحية التحقيق العسكري الذي يجري من قبل الجيش اللبناني هو لتحديد مثلا كيفية حصول هذا التفجير، زنة المتفجرات التي تم تفجيرها في المرفأ وما إلى ذلك، وتداعيات هذا الأمر. وتكشف هذه المعطيات سيؤدي إلى المزيد من الغوص في التحقيقات.
من ناحية المحقق العدلي، المحقق العدلي الذي استلم التحقيقات من المحكمة العسكرية ومن مدعي عام التمييز أصدر مذكرتي توقيف، وهو من المفترض أن يستمع اليوم إلى المزيد من الموقوفين في هذه العملية أو المشتبه بهم. هناك مذكرتي توقيف تمت بعد التحقيق مع كل من بدري ظاهر وحسن قرايتم، والتحقيقات ستستمر اليوم للبقية، ولكن كما ذكرت في رسالتي السابقة التحقيق مع وزراء سابقين وحاليين سيبقى معلقا إلى حين البت في الجهة المخولة التحقيق مع هؤلاء. جايس، هذه الأزمات السياسية لا تفترق أيضا عن الأزمات الصحية التي يعانيها لبنان. وباء كورونا يحصد يوميا إصابات جديدة بلبنان، والأزمة كبيرة لأن مستشفيات العاصمة بمجملها أصابها المرفأ. أكبر المستشفيات، نتحدث هنا عن مستشفى القديس جورجيوس، مستشفى الروم هي عاطلة عن العمل، مستشفى الجعيتاوي كما قالت منظمة الصحة العالمية 50% من مستشفيات بيروت اليوم خارجة عن العمل، وتعوضها المستشفيات الميدانية التي أوفدتها عدة دول بينها دولة قطر على سبيل المثال. جويس، صحيح، ولكن هذه المستشفيات قدرتها الاستيعابية لن تكون بالقدرة الاستيعابية للمستشفيات المتضررة، خصوصا وأن عددا من المستشفيات المتضررة يعمل بشكل جزئي، ولكن هناك مستشفيات كما ذكرت مثل مستشفى قديس جورجس لا يعمل مطلقا، هو مدمر بشكل تقريبا كامل. هذا ما دفع بي وزير الصحة بالأمس إلى تحويل كل المستشفيات الحكومية إلى مستشفيات لمعالجة كورونا فقط. نحن نعلم أن مستشفيات بيروت كانت تستقبل حتى مرضى كورونا من خارج العاصمة اللبنانية، وبالتالي اليوم الضغط سيتحول مجددا إلى خارج العاصمة وتوزيع المرضى والمصابين إلى المستشفيات الحكومية خارج العاصمة. نعم، شكرا جزيلا لك جويس الحاشوري، مراسلتنا من وسط العاصمة اللبنانية بيروت. شكرا جويس. مشاهدينا، في أنبائنا الأخرى، الرئيس الفلسطيني محمود عباس يهاجم الإمارات بعنف ويقول إنها طعنت القضية الفلسطينية بالظهر بعد قرارها التطبيع العلني مع إسرائيل. الناطق باسم الخارجية السودانية يرحب باتفاق التطبيع الإمارات الإسرائيلي ويقول إن ليس بإمكانه نفي وجود اتصالات بين الخرطوم وتل أبيب. ووزير الخارجية السوداني يؤكد عدم البحث بإقامة علاقات مع إسرائيل. رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا يعلن استقالته من منصبه وحل البرلمان والحكومة بعد انقلاب عسكري انتهى باعتقاله مع رئيس وزرائه ومسؤولين آخرين. والانقلابيون يتعهدون بتشكيل لجنة إنقاذ وإجراء عملية انتقال سياسي تؤدي إلى انتخابات عامة. الإعلان رسميا عن فوز جو بايدن بترشيح الحزب الديمقراطي بترشيح إذن الحزب الديمقراطي منافسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في 23 نوفمبر المقبل. حصيلة المصابين بفيروس كورونا في البرازيل تتخطى حاجز 3,400,000 حالة بعد تسجيل نحو 48,000 إصابة جديدة في يوم واحد، وعدد الوفيات في الولايات المتحدة يلامس عتبة 170,000. مشاهدينا، لا تتوقع منا التضحية لأننا ضحينا بأغلى ما لدينا، ومطلوب من حزب الله أن يضحي اليوم. بهذه الكلمات توجه رئيس الوزراء السابق سعد الحريري بعد نطق الحكم في جريمة اغتيال والده رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري. المحكمة الدولية أدانت سليم عياش العضو في حزب الله وبرأت المتهمين الثلاثة الآخرين. بالتالي هل قطع الحريري شعرة معاوية مع حزب الله عندما قال له إن شبكة تنفيذ جريمة اغتيال والده من صفوفه؟ وما أهم، فعيل قرار المحكمة السياسية في لبنان على مسار تسمية رئيس حكومة جديد. هذا موضوع نقاشنا مع الكاتب الصحفي أمين قموري، هو معنا مباشرة من بيروت. أستاذ أمين، صباح النور. صباح الخير. أهلا وسهلا أستاذ أمين. قبل أن نبدأ المقابلة دعنا نتابع هذا التقرير، أعده مراسلنا في بيروت حسين خريس، يرصد أهم ردود الفعل السياسية الشعبية بعد صدور قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. مشاهدينا، نتابع هذا التقرير. لا وجود لإجراءات أمنية استثنائية في بيروت،
ولا دعوات لجمهور تيار المستقبل للنزول إلى الشارع. تمثال رفيق الحريري في مكان ارتكاب جريمة الاغتيال مقصد للصحفيين والزائرين. اتهام مقرب من حزب الله لم يكن مفاجئا. قرار إحضاره بالقوة مستبعد يقول مقربون من الحزب. أمر الإحضار غير وارد، وسبق وطلبت المحكمة ذلك، وردت الحكومة اللبنانية بأنها لم تجد آثرا للمتهمين. أعتقد سيتكرر الأمر وسيكون هناك نفس الرد ونفس الإجابة. إلى المدافن التي تضم رئيس الوزراء الراحل ورفاقه توجه عدد من قيادات تيار المستقبل بحماية عادية. على مسامعهم صدر قرار المحكمة الدولية. سليم عياش مذنب بارتكاب عمل إرهابي بأداة متفجرة وقتل رفيق الحريري عمدا. نعرف تماما قديش الانضباط موجود في هذا التنظيم. على هذه القيادة أن تحاسب، وعلى هذه القيادة أن تتجاوب مع المحكمة الدولية بطريقة أنه العدالة تأخذ مجراها وهذا الحكم ينفذ. لم تشهد العاصمة ردود فعل شعبية في الشارع، والمحكمة بحسب بعضهم هنا لن ترضي الأطراف كافة، ويمكن للمتخاصمين أن يستأنفوا الحكم لمتابعة القضية. قرار المحكمة الدولية قد يكون مفاجئا لبعضهم هنا في بيروت، إلا أن الأهم بحسب كثيرين هو حصول اللبنانيين على إجابات كانوا في انتظارها منذ 15 عاما. حسن خريص، العربي، بيروت. نعود إلى ضيفنا العاصمة اللبنانية بيروت، أستاذ أمين قموري الكاتب الصحفي. أستاذ أمين، بداية هل فاجأكم الحكم؟ ما ستكون الخطوة التالية؟ يعني لسان حال اليوم جميع الطبقة السياسية، كيف سيتم تطبيق القرار الذي سيصدر في 21 من أيلول سبتمبر القادم عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بشأن عقوبة المتهم الأساسي الوحيد سليم عياش العضو بحزب الله؟ طبعا القرار فاجأ خصوصا خصوم المحكمة، لكنه أيضا خيب أمال أنصارها وخيب أمال جمهور كبير من اللبنانيين، يعني وأثار الكثير من الأسئلة أكثر مما أعطى أجوبة. أولا هناك اتهام لشبح غير موجود، يوجد اسمه فقط لا غير، وكل الاتهامات هي ظرفية، لا يوجد قرائن قاطعة 100% تقول أنه فعل هكذا بلها كذا أو جهود. وبالتالي من شأنه أن يثير الكثير من نقاط الاستفهام وبعض الثغرات القانونية التي من خلالها يمكن للمتهم الوحيد أن يطعن بالقرار. وعندما يطعن بالقرار نعود إلى نقطة البداية وكأن شيئا لم يكن، يعني إعادة محاكمة، وهذا وارد يعني من الآن وحتى شهر. وأيضا يعني إلصاق كل التهمة بشخص واحد، يعني من أتى بالسيارة المفخخة، كيف سرقت في اليابان، من أحضر جوازات السفر، وكيف أجرت، من اشترى أجهزة الخليوي، أسئلة كثيرة لا أجوبة عليها. لكن في طيات القرار صحيح أنه برأ قيادة حزب الله، برأ سوريا، وهنا سؤال سياسي، كيف يحق للمحكمة التي تتعاطى القضاء أن تصدر قرار السياسي بهذا المعنى؟ وهذا أثار بعض التساؤلات. لكن بكل الأحوال هذا من شأنه تخفيف حدة الانقسامات في الشارع اللبناني والخلافات، لكن يبقي سيفا ما مسلطا فوق رقبة حزب الله، بمعنى أن عنصر أساسي لحزب الله هو المتهم بهذه العملية، وبالتالي يتعين ملاحقته. أما كيف سيلاحق فهنا السؤال. طبعا لا يوجد قوة لبنانية، طالما حزب الله لا يعترف بالمحكمة معنى أنه لن يسلم هذا المتهم. من هي القوة اللبنانية أو القوى الأمنية اللبنانية أو الفريق اللبناني الذي يستطيع الإتيان بهذا المتهم وسوقه إلى القضاء؟ لا أظن أن أحد في استطاعته ذلك. هل الأمم المتحدة أو القوات الدولية باستطاعتها فعل ذلك؟ هذا يتطلب قرار من مجلس الأمن، ومجلس الأمن الظروف التي أوجبت أو التي سمحت بقيام المحكمة في الماضي ليست موجودة الآن. يعني اليوم الموقف الروسي الموقف الصيني متغير. في الماضي يعني سمح بقرار المحكمة ضمن شروط معينة، الآن أي بيت من شأنه أن يسقط هذه العملية. نعم استاذ أمين، السؤال أمام صورة جديدة. استاذ أمين، العلاقة مع حزب الله، الحريري قالها لا تضحية بعد اليوم، التضحية مطلوبة من حزب الله تحديدا،
ما أهم فعيل تصريح الحريري على مسار الاستشارات النيابية التي لم يدعو بعد لها الرئيس اللبناني وتسمية رئيس حكومة جديد، مع العلم أن الثنائي الشيعي ما زال متمسكا بالحريري رئيس حكومة جديد بلبنان؟ يعني أصلا من يدقق في خطاب الرئيس على الحريري، هذا الخطاب حمال أوجه كثيرة. يعني من جهة هو يعني كان غاضبا، لكن من جهة أخرى لم يدعو إلى الثأر، لم يدعو إلى الانتقام. القرار بحد ذاته يوجد فيه اتهام للحزب بشكل مباشر، لكنه لا يتهم قيادة الحزب أبدا. وبالتالي الحريري أيضا عندما خاطب الحزب طالبه بتنقية صفوفه من ممن يرتكبون هكذا أعمال، لم يدن الحزب مباشرة، لكنه طالبه بتضحية كبيرة، بمعنى أنه نحن قدمنا تضحية في سبيل استقرار لبنان، عليكم أن تقدموا تضحية مماثلة في سبيل استقرار لبنان. السؤال، ما هي هذه التضحية وكيف؟ باعتقادي اليوم حتى هذه اللحظة كل الأمور قابلة للتفاهم، وخصوصا نحن في بلد التسويات. أنت تعرفين نحن في بلد عاش حرب أهلية قاتلة ودامية ومدمرة، وكنا نمارس القتل بحق بعضنا البعض إلى الذروة، ومع ذلك جلسنا على الطاولات، وكل من قتل أحدا لآخر مد يده إلى يد المصافحة له وتحالف في بعض الأحيان. يعني هناك تحالفات غريبة عجيبة بين أعداء وأخصام، يعني وصل الحد إلى حد الموت بينهم. اليوم هذه التسوية قابلة مرة أخرى للحياة. السؤال اليوم ليس فقط ما يريده سعد الحريري، السؤال الكبير هو فعلا لعبة الأمم. أستاذ أمين، ما زال هناك مكان لتسوية جديدة؟ ما زال هناك مكان لتسوية حتماً. جديدة بين الحريري وحزب الله تحديدا؟ حتما. أنا باعتقادي هذه التسوية الآن تصنع هذه التسوية، وقد سمعنا الكلام الفرنسي واضح في هذا الموضوع. لا حكومة في لبنان من دون حزب الله، والذي يدير اللعبة اليوم الحكومية والذي يؤيد سعد الحريري العودة إلى الحكومة بشكل أساسي هو الرئيس الفرنسي ماكرون. فبالتالي هذه الأمور لا تزال موجودة. طبعا كنت أتحدث عن لعبة الأمم، لعبة الأمم التي صنعت هذه المحكمة لغايات حققتها وأبرزها إخراج سوريا من لبنان، الآن سمت معطيات جديدة قد تطلع باتجاهها. اليوم المطلوب فعلا، وهناك ضغط على الجميع بما فيهم على سعد الحريري وبالأساس على حزب الله، بأن يغير الكثير من سياساته لإنضاج مثل هذه التسوية، وهذا ما طلب به الحريري. ضحوا. نعم أستاذ أمين، على كل ما تفضلتم به للتو، يوم أمس صحيفة لوموند الفرنسية قالت أنه المؤتمر، اللقاء الذي عقده الرئيس الفرنسي بقصر الصنوبر مع الكتل النيابية قبل مغادرته بيروت، التقى فيها محمد رعد، وجرى هناك لقاء بين الرئيس الفرنسي والنائب عن حزب الله محمد رعد، قال له أن حزب الله سيشارك بأي عملية سياسية إذا بلبنان من وجهة النظر الفرنسية. الكاتب الصحفي أمين قموري، شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة، كنتم معنا مباشرة من بيروت.